اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. طبعا هلا وصلنا لاول استضافه معنا لليوم، واكيد الاستضافه اليوم رح تحكي لنا عن مشاكل تساقط الشعر، وهي مشكله موجوده عند الجنسين بس شائعه اكثر بين النساء. طبعا دائما الصبايا هم اللي دائما بيهتموا في مظهرهم اكثر من الرجال، مع انه علميا تساقط الشعر لدى الرجال بيكون بشكل كثير اكبر من النساء. خلينا نحكي في موضوع تساقط الشعر بشكل اكبر مشاهدينا، نعرف اسبابه وحلوله مع اخصائيه الجلديه والتجميل هلا السواعي. اهلا وسهلا فيكي معنا اليوم. فيكم اهلا وسهلا. اهلا طبعا أهلا دكتوره. هلا اهلا وسهلا فيكي دكتوره. يعني بدايه نحن هلا فتنا فصل الخريف، كثير من الناس سواء رجال او نساء عم بيعانوا من موضوع تساقط الشعر، فخلينا نحكي عن الاسباب الرئيسيه لتساقط الشعر خصوصا بهذا الوقت. تمام. هلا في كثير اسباب لتساقط الشعر، منها طبعا انه نقص الفيتامينات، امراض الغده الدرقيه، وعندنا كمان امراض جينيه. بس تساقط الشعر اللي بيصير بهذا الوقت هو عباره عن نوع من انواع التساقط اللي احنا بنسميه تساقط الشعر الموسمي. تمام. هلا يعني كثير هو بيكون اكثر بفصل الخريف، كمان زيه بيصير بفصل الربيع، بس الناس بتحس بفصل الخريف كثير اكثر. اه يعني ممكن فصل الخريف له علاقه انه الاوراق بتتساقط مثلا، كل شيء بتحسيه بيموت وبرجع حتى يحضر حاله للشتاء، ولا ما له علاقه؟ ممكن بالضبط. هلا دائما بصيلات الشعر لها مراحل. طبعا. مراحل النمو اللي هي اللايف سايكل. فهلا في مرحله من مراحل النمو اسمها تيلوجين فيز، هاي هي مرحله الراحه للشعر. فهلا خلال فصل الصيف بتكون بصيلات الشعر نسبه كبيره منها لقوها انها بتكون بمرحله الراحه. نعم. مرحله الراحه هاي بتكون مدتها 3 أشهر تقريبا، اللي هي قبل ما نوصل على فصل الخريف. صحيح. فلما نوصل على فصل الخريف تخلص منطقه مرحله الراحه وهذا الشعر كلياته بتساقط، فبتحس البنت انه فجاه يلا شعري كثير قاعد عم بينزل. نعم. يعني هي ممكن مرحله الراحه او هي الفتره 3 شهور بنحكي لها، ممكن او الناس ممكن متعارف عليها طور طور النمو طور الحياة. صحيح دكتورة. طب هلا الطبيعي انه يعني خلال فترات السنة انه الشعر يضل يتساقط، ولا بيكون مجرد ما احنا شفنا شعر بتساقط وفي مشكلة بالجسم؟ طبعا هلا الطبيعي دائما انه كل يوم 100 ل 200 شعرة اذا نزلوا هدول باليوم شيء طبيعي. جد طبعا 100 ل 200 شعرة بتنزل خلص طبعا بتختلف الارقام من شخص لشخص، بس كمعدل هي من 100 ل 200. هلا دائما اذا زاد عندي عدد الشعرات اللي عم بتساقط وعن هذا الرقم بكون هون في انا عندي مشكلة. طب كيف بدي اعرف بعتذر، كيف بدي اعرف انه كميه الشعر هاي مثلا تعادل كميه طبيعيه؟ هلا انت بالعاده اكيد مش رح تقعدي تعديهم شعر شعر، بس انه الحدا بصير يحس، يعني انت بتحسي انه كل يوم لما تمشطي مثلا في كميه معينه هي هاي كل يوم عم تنزل. صحيح. لما تحسي فجاه انه هاي الكميه زادت هون لازم نصير احنا ندور على سبب. وفي فحوصات معينه احنا بنعملها بالعياده، في شيء اسمه هيربول تيست، انه بناخذ خصله فيها تقريبا 10 ل 20 شعره وبنشدها، عندي اذا طلع عندي عدد الشعرات اللي بايدي اكثر من 6 هون بيكون انا في عندي مشكله. تمام. طب خلينا نحكي اكثر على موضوع الاكل. قديش الاكل بياثر بموضوع تساقط الشعر؟ يعني بنعرف كل واحد عنده نظام مثلا اكل معين، ولكن أكيد. هل في مثلا في اطعمه معينه والله بتساعد او بتزيد من تساقط الشعر؟ هلا احنا اللي بنركز عليه اكثر انه اذا مثلا الدايت، كثير ناس هلا ماشي على دايت او على نظام غذائي بيكون فجاه انه عم تخسر وزن بفتره كثير قصيره. طبعا. هذا اكيد كثير بياثر على تساقط الشعر، فاحنا دائما لازم اذا بدنا نمشي على دايت يكون عم ننزل الوزن بالتدريج، والاكل دائما الاشياء اللي فيها اويل زي مثلا الافوكادو، اشياء الكوكونات اويل، الاكل الورقي، اكيد الاشياء اللي عاليه فيها نسب عاليه من الحديد والزنك، هدول كثير بيكونوا مناح للشعر. تمام. طب دكتوره في مرات يعني او اكيد انت يعني اجتك هاي العينات في العياده، انه احنا الصبايا بشكل عام بتلاقينا اي شيء للشعر بتروح بنعمل سيرش على النت وبنبلش نطلع وصفات طبيعيه واشياء وخبايص بنحطها على الشعر ما في مشكله. قديش مدى فعاليه هاي الوصفات وقديش ممكن هي تكون سبب رئيسي بتساقط الشعر الكثير؟ هلا انا يعني كلنا لازم ما ننسى انه كل النباتات وهاي الخلطات هي اصلا استخلصوا منها العلاجات والادويه. بس الفكره بالموضوع انه يعني ما عليها كثير دراسات، يعني ممكن تناسبك ما تناسبني. هلا مثلا الكوكونات اويل كثير معروف انه هو منيح للشعر وبرطبه وبقيم الجفاف وهيك، بس كمان كثرته بتعمل لانه هو ثقيل كثير فبتعمل انسداد ببصيلات الشعر فممكن تكون سبب للتساقط. فالفكره انه دائما نعمل الشيء باعتدال ونكون عن جد قارئين عنه وعارفين قبل ما نحطه على شعرنا. اها فهمت. تمام. طب هلا لما يكون هو تساقط الشعر غير طبيعي، شو الحلول المناسبة لحل هذه المشكلة؟
هلا اول شيء دائما اهم شيء فحوصات الدم صراحه، يعني طبعًا. مخزون الحديد كثير كثير مهم وكثير بيلعب دور بانه يكون الشعر يكون كثير منيح. فدائما بنعمل هاي الفحوصات. امراض الغده الدرقيه اذا كان فيها كسل او كان فيها زياده افراز كمان بتاثر على الشعر، فاحنا دائما بندور على ايش يكون في عندي انا سبب لتساقط الشعر. نفس الشغل العامل الوراثي الجيني هذا اللي موجود زي اغلب الشباب اللي عندهم اياه الصلع الجيني هذا بالعاده مش كثير في له يعني حلول، بس في اشياء بس بتاخذ وقت. فاحنا بالاول بندور على السبب وبنعمل الفحوصات، بعدين بنفكر بايش العلاج اللي ممكن يكون. موضوع العلاج الوراثي او نحكي الموضوع الوراثي اللي بيكون عند الرجال بشكل عام، موضوع الصلع، في ممكن حلول تكون مفيده زي زراعه الشعر ولا كمان بترجع بتكت الشعر اذا احنا زرعنا مثلا؟ لانه هلا طالعه موضه يعني زراعه الشعر خصوصا بالاردن وتركيا طبعا. فقديش نسبه نجاحها وقديه بتضل يعني هلا مدتها؟ لا ما يعني الناس كانت تفكر اذا انا اصلع معناته لما اعمل زراعه شعر مش كثير عم بستفيد، بالعكس زراعه الشعر هو حل كثير مناسب له يعني خصائص معينه للشعر، يعني لازم ينفحص بطريقه معينه مثلا خمل الشعر، لونها، المكان اللي بدنا ناخذ منه الشعر، اذا كان هو اصلا الشعر اللي فيه خفيف ما بتكون زراعه الشعر ظابطه، بس لا يعني انه كل واحد اصلع زراعه الشعر ما بتناسبه، يعني في فحوصات معينه بتنعمل وعلى هذا الاساس بتقرر. تمام. خلينا نحكي اكثر على موضوع الشامبو والهي الشغلات اللي بتلاقي كثير منتشره انواع عنها كثير بالسوق، واللي منها بيطلع لك طبيعي واللي منها الاعتيادي الناس اللي بتستعمله، ولكن قد ايه بيأثر على الشعر نحكي استخدام الشامبو؟ هاي اول شغله. ثاني شغله، قد ايه الواحد لازم يستخدمه؟ كم من مره مثلا بالاسبوع؟ يعني بنعرف يمكن الناس بيحكي لك لا انا كل يوم بتحمم مره او مرتين عشان اضل شعري نظيف وهيك، بس يمكن هذا الشيء هو اللي بيكون اصلا بضرهم. تمام. هلا الشامبوهات اكيد هي بالاخر مواد كيميائيه يعني طبعا. ففي مواد فيها زي الالومنيوم كلورايد او الصوديوم سلفيت اكيد كثرتهم بتاثر على الشعر، فانا دائما بحب صراحه اركز على موضوع انه ما حد يسترخص بموضوع الشامبوهات وهي القصص. اوكي كلها فيها مواد كيميائيه، بس في مواد بتكون تقليد، في النسب تبعتها بتختلف طبعا. فندور على الشامبو اللي عن جد عم بيكون انه يكون شيء منيح يعني للشعر تبعنا. ثاني شيء، في اعتقاد انه احنا كل ما غسلنا شعرنا اكثر مثلا الشعر رح يخرب، هو بفرق صراحة على طبيعة الشعر، يعني طبعا. الناس اللي شعرهم دهني إذا مثلا تركوه فيه زيادات الإفرازات الدهنية هاي بالعكس هي عم تكون عم تأذي. مش مفيد؟ لا لحد معين. أوكي. بس مش إنه إحنا نترك مثلا شعر أسبوع لا مثلا طبعا. عرفتي؟ إنه في ناس هيك بتفكر إنه أنا كل ما تركته مزيت أكثر كيف بيطلع الشغل هدول؟ مش عارفة. فهي الفكرة إنه حسب طبيعة الشعر، الناس اللي عندها نشفان بجلدة طبعا. الرأس أكيد مش كثير مناسب إنه إحنا نتحمم كل يوم، يعني لو ثلاث مرات بالأسبوع أو يوم بعد يوم بيكون تمام. تمام. هذا الشيء طبعا بتحدد عن مثلا طريقكم او يعني بالعياده انتم بتقدروا تقيموا حسب شو طبيعه الشعر وفروه الراس وهي الشغلات، الواحد ما هيك يبدع على الانترنت ويطلع ويشوف شو المستحضرات، عشان كثير حتى شفنا حالات استخدموا وصفات معينه او حتى هم يمكن خلطوها وبالاخر بتكون صار في تساقط. بالضبط، صار في نتيجه عكسيه. انا بعرف دكتوره موضوع الشامبوهات ما تطرقنا له، موضوع دائما نركز على موضوع علبة الشامبو بس نقرأ عليها يكون سلفات فري مزبوط. حتى انه هاي المادة بالتحديدا اذا كانت موجودة بكثرة في الشامبو هي اللي بتساوي لنا شفان بتساقط الشعر. هلا قديش ممكن دائما بيحكوا لك البنات انه انا مثلا ما بقص شعر، يعني أنا خليني أحكي لك عن حالي، أنا من النوعية اللي مستحيل أعمل تريمينج لشعر، تريمينج ما بقدر أعمل شعري. كثير ناس مثلا وخصوصا يعني خبراء التجميل اللي بروح لعنده بيقولوا لي ما بصير، لازم على الأقل تعمل تريمينج كل ثلاث شهور مينيمم لشعرك. قديش مضر إنه أنا فعليا أترك شعري من دون تريمينج وأنا يعني مع عنايتي له ما بحس إنه بحاجة، بس مثلا خبير التجميل بيحكي لي لا بحاجة، قديش هذا ممكن يخلي شعري يتساقط أكثر من ال يعني دائما بموضوع قص الشعر الناس عندها كثير معتقدات خاطئه صراحه، يعني في ناس بتحكي لك انه انا بنتي شعرها خفيف لازم اقص لها اياه عشان هي دائما هلا يعني الاولى يا حلا بالضبط او هي اول ما تنولد مثلا لازم الشعر هلا عدد البصيلات الشعر وسماكه الشعر كطبيعه شعر هذا كلياته بتحدد جينيا، فما في شيء انه احنا بنعمله انه قصي عشان يخمل. هو الفكره فيه بس انه الشعره معدل نموها هو 1 سم بالشهر، فاحنا لما نحكي انه احنا كل يوم عم نستشعر
الشعر، عم نعمل فير، عم نخرب الشعر تبعنا مثلا او عم نأذيه بالحراره، هل يعني كل شهر لا ثلاث اشهر مش غلط انك انت تعملي تريمينج، انك الشيء اللي طراه في الخربانه انك تتخلصي منها، مش عشان الشعر يخمل، لا بس علشان هو يكون بطريقه مرتبه كل شكله، ولانه دائما كل ما كانت الشعره متقصفه وناشفه اكثر كل ما كانت عرضه اكثر للتساقط. فاحنا لما نعمل تريمينج كل فترات قريبه كثير انت يعني بتقللي احتماليه انه يصير عندك تساقط شعر. انت مش عارفه هي انت شاب طبعا عادي بتخرج شعر. لا ما انا لسه جاي الموضوع انت هلا استفدتي. طب الشباب نفس الواحد لا انا عارفه انا موضوع التريمينج موضوع التريمينج لشعري شو اعمل فيه انا. لا موضوع التريمينج بالعاده احنا البنات ليش بنكرهه؟ في بنات بحكي لك عادي، بس مثلا من نوعيتي وشبيه لإلي بحكي لك لا، لانه احنا فعلا بس نروح على الصالون بتلاقي ما بعمل التريمينج وبخرطه بالضبط. فانا لا يعني ما بدي، فعشان هيك دائما عندنا هاي المشاكل. اكيد عرفتي كيف؟ هلا الشباب فعلا زي ما حكى احمد بحاجه لموضوع التريمينج كل فتره او عادي او يعني للعنايه. دائما لازم في عنايه للشاب وللبنت، يعني انا ضد انه بس البنات. طبعا دائما خاصه الشباب، يعني لسه احنا مثلا سشوار اهون شوي بلا، في ناس انه جل كل يوم مع الواكس وهالقصص هاي كلياتها كمان مواد كيميائيه وكثير بتاثر على الشعر. اكيد طبعا فضروري انه الكل يهتم بشعره يعني مش بس البنات. اكيد. طب دكتوره شو هيك نصائح لنحكي الجنسين لحتى نمنع من تساقط الشعر؟ هلا اول شيء دائما لازم نستعمل الشامبو المناسب، ندير بالنا على الاكل تبعنا، ما يكون الدايت انه يكون يعني سيء وانه بس الهدف تبعنا انه ننحف، وما ننسى انه رح يصير عندنا مع الدايت اللي كثير نقص فيتامينز ورح تاثر على الشعر وعلى الجلد تبعنا. ثاني شيء انه الشامبوهات يعني في هلا شامبوهات طبيه بتكون امنه انه احنا نستعملها كل يوم مثلا، فهاي بتكون خفيفه ولطيفه على الشعر ما بتاذي. التريمينج طبعا ضروري كل فتره وفتره، وهلا بما انه احنا جايين على فصل الشتاء كثير ناس تستهين بالكونديشنر او البلسم او ترطيب الشعر. كنت بدي اسالك على هاي الشغلات اللي الكونديشنر وحمام الزيت والبعض الشغلات الاضافيه هاي هل هدول يعني لابد منهم؟ تمام. يعني حتى لو حمام زيت شوي انه مش حمام زيت بحس احسن، بس يعني كل فتره وفتره الواحد لازم يعمل. صحيح. يعني ما يعني ضروري لانهم هم زي كانه زي الجلد. نعم. يعني لازم نضل نرطب، فالشعر نفس الشغله بده ترطيب. صحيح. صحيح. طب دكتوره بدي اسالك سؤال على موضوع المكملات الغذائيه، مرات في بنات وفي شباب كمان بيكون مثلا عندهم نظام غذائي كثير مناسب وكثير منيح، بس بقول لك يعني ما بستغني عن موضوع المكملات الغذائيه خصوصا لكثافه وصحه شعري، وكثير في ناس بيلاحظوا على شعرهم من لما صاروا يستخدموا هاي المكملات. هاي الشغله نفسيه ولا شغله فعلا بتعطي نتيجه للشعر؟ لا هلا فعلا لانه احنا بحاجه يعني تراكيز معينه من كل من الفيتامينات والمعادن اللي موجوده عندنا علشان يكون الشعر صحته منيحه. فمش ضروري هاي كلياتها تحصلي عليها من الاكل، حتى لو يعني مثلا ممكن السبانخ اذا عم تاكليه فريش يكون مفيد ولا بس اذا كان مثلا مطبوخ شوي بتقل الفائده، فمو ضروري حتى لو كان الاكل كثير هيلثي انك انت تحصلي على هاي المواد. فضروري انه نلجا للمكملات الغذائيه. فهمت عليك. كثير كمان ناس بيعتقدوا انه دائما اذا اخذت سبلمنت للشعر رح يصير يطلع عندي شعر زايد باماكن ثانيه او بالجسر. انصح مثلا هاي كثير بسمعها. لا والله انت عندك كثير. لا لانه انا باخذ مكملات لشعري انا صدقا، يعني عندي شعري يعني خط احمر فبخاف اعمل فيه اي شيء او مثلا اقصه او اعمل شيء، فمشانك دائما عندي نظام غذائي معين وبنفس الوقت متبعه يعني هي لايف ستايل بموضوع الفيتامينز. فبحس انه لما اكون يعني الوقت اللي باخذ فيه هلا لانه الفيتامينز تاعوني بوصلوا من برا، الوقت خلال يعني بس اقطع بس مده 3 4 ايام ما اخذه عبين ما يوصلني مثلا يعني قبل ما يوصلني للبيت بحس شعري اختلف او مثلا لمعته شوي خفت او بحسه فعلا صار ناشف، يعني حتى بشرتي بتتغير مع انه هو هاي السبلمنت بس مخصوصه للشعر مش للجسم بشكل عام. هلا احنا صراحه اي علاج للشعر يعني قبل 3 اشهر ما بنحكم عليه انه سواء ضابط او انه ما كان فعال، فانه 3 ايام صراحه هدول ما رح يفرقوا معك اذا انت انقطعتي عن الدواء، يعني بصفي يمكن شيء نفسي انك انت متعوده على سبلمنت معين وعم بتحسي انه لازم تاخديه. نعم. بس انه دائما العلاج بتكون مدته 3 أشهر لحتى احنا نحكم عليه، يعني فعليا 3 شهور فعلا بقول لك لازم العلاج يكون 3 شهور حتى انت تحس بفرق. صح، خصوصا بالسبلمنت دكتوره. بالضبط مزبوط. موضوع نحكي تعرض للشمس، يعني الشعر مثلا نحكي
ماشي الواحد يعتني بتنظيفه، خصوصا بعد زي ما ذكرت السبراي وهي الشغلات المستحضرات اللي بيستخدموها برضو كلا الجنسين. أكيد. شو برضو عوامل نحن لازم ندير بالنا؟ يعني مثلا الواحد احيانا في ناس بيلبسوا مثلا كثير مثلا الطواعي الكاب، ناس مثلا ممكن الاشار، يعني هاي الشغلات برضو يمكن بتاثر على طبعاً. هذا الموضوع تحكي لنا قد ايه بتاثر وشو لازم نحن نعمل، يعني عوامل نحكي جويه للشعر. فهمت عليك. هلا اول شيء بالنسبه للحجاب او سواء كانت طاقيه او اي شيء بيعمل ضغط على الشعر، خاصه دائما انه المحجبين بتلاقيها شاد الشعر تبعها كثير من تحت الاشار، كل الشد هذا كثير بياثر وبيعمل على تساقط شعر خاصه بالمنطقه الاماميه لفروه الراس. تمام. نفس الشغله مثلا زي ما حكيت لي انت هلا بالصيف بالسباحه الكلور الحراره هاي كلياتها هلا عم بيكون في سن بلوك للشعر، بيكون بفورم انه سبراي بترش على شعرك سواء انت شاب او بنت قبل السباحه وهيك عشان تحميه من اشعه الشمس. جميل. يعني دكتوره صراحه يعني كل النصائح اللي قدمتيها كثير قيمه، بنشكرك على تواجدك معنا اليوم بصباح الوطن. اهلا فيكي. وان شاء الله يكونوا هيك المشاهدين استفادوا من نصائحك خصوصا بموضوع تساقط الشعر وكيف ممكن يتعاملوا معاه لما يشوفوا شعرهم صار تساقط بزياده عن اللزوم. خصوصا هاي المرحله عشان الواحد هاي المرحله ايش عم بصير يعني بالضبط بتوتر الواحد. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكي دكتوره مره ثانيه.